البيومتري اللي عندك ايش قد كان وهسه ايش قد باقي؟ احنا كان عندنا 3400 وشويه، هسه باقي 500 وشويه. ما شاء الله عليك. الحمد لله توزيعنا كله زين. اكو مشاكل بالتحديث؟ لا لا ما عندنا اي مشاكل، لكن احنا نريد من قناتكم المفضله انه وعي للمواطن حتى يجي على المراكز الاوراق الثبوتيه، يعني اكثر الناس انت هسه على اطلاعك شفت ايش جاي وياه، اكو ناس تجي ما شايله لا بطاقه الهويه لا جنسيه عراقيه، مو احنا ليش نقول من خلال قناتكم الكريمه توعون المواطن على انه ايش تاخذون من الموظفين تحتفظون بها بمكان مناسبه، لا تتمزق، لا يروح تاريخها مثلا من هالشغلات هذه. عندك نازحين دي يجوك، يعني هم نازحين دي يجوك يطلعون اول مره بطاقه؟ الان ما جانا نازحين، إيه لانه كلهم راجعين على مناطقهم على بيوتهم. قاعد نحدث لهم كم من غير منطقه دي يجيك؟ كثير يجينا من غير مناطق، يعني تصور واحد مار من هنا شايل المستمسكات مالته يريد يحدث، يطبع علينا يحدث عادي. بس هو الاستلام من غير منطقه؟ من غير مركز يستلم، من مركزه الاصلي. عندكم فرق جواله؟ نعم عندنا فرق جواله، احنا عندنا فرق جواله وعندنا موظف ياخذ البطائق ويطلع ويا الامن الوطني والاستخبارات يفرون على المواطنين ينطهم اياه، بعد ما يتصلون بهم بالموبايل ينطهم اياه. شنو المعوقات اللي دشوا؟ الكهرباء عندكم؟ كهرباء مستمرة. مستمرة. الكهرباء ما لا احنا نقدر، بس يعني تعرف الحاسبة عمر الباتري يصل وقت ينطفي، بس الحمد لله الكهرباء موجوده ما عندنا اشكال. وايام العطل مداوم؟ ايام العطل جمعه سبت نداوم، حتى العطل الرسميه للدوله نداوم بها احنا. ما جاكم توجيه انه بايام يعني مثلا ايام الحظر راح تداومون ولا ما تداومون؟ احنا مستثنائين من كل شيء، تعرف انت رئيس الوزراء استثنيت من كل ايام الحظر. وان شاء الله احنا نوصل العمليه السياسيه الى الحد مالتها يعني اساسي الانتخابات ان شاء الله وبصوره صحيحه وسليمه ان شاء الله. شو تقول لاهل مصر يعني يجون يحدثون؟ والله انا يعني اتمنى من اهل مصر الكل تجي تحدث والكل تطلع بطايقه البايومتريه. والله حدثتها وكملتها وسووا لي هي وخلف الله عليهم. راح تشاركين بالانتخابات؟ ايه شلون ما شارك؟ هذا حق كل مواطن يشارك بالانتخاب. بس يكون اللي ننتخبهم يسووا لنا شغله، يسووا لنا عمله، احنا هسه قاعدين بالحاوي، بحاوي الجوسق، هاي شهرين احنا بلا وطني. مولدك مكسوره وعاطله وذيك شيء مستوته وما حد يجي علينا ولا عندنا وطني هاي شهرين. والله العظيم. هاي شهرين احنا بلا كهرباء. يعني عجل هذه لما انت تنتخب غير واحد انت تنتخب ويسوي لك شغله يسوي لك عمله.